مونديال عام 1982 يعتبر واحدا من أجمل بطولات كأس العالم، والذي شهد تألق الجيل التاريخي للبرازيل متمثلا في زيكو وسقراط وفالكاو وغيرهم. قدم منتخب السامبا أحلى كرة قدم في العالم، ومع ذلك لم يفز باللقب بعدما سرق روسي وزملائه في منتخب إيطاليا الفرحة من البرازيل في النهاية. ما قدمه المنتخب البرازيلي في هذه البطولة والتي اعتبرت وصمة عار في تاريخ المونديال حتى الآن. ألمانيا والنمسا تآمروا في أسوأ فضيحة أخلاقية لإقصاء منتخب الجزائر من الدور الأول. بدأت المجموعة التي ضمت الجزائر وألمانيا والنمسا وتشيلي والتي أقيمت بمدينة خيخون الإسبانية بفوز الجزائر على ألمانيا والنمسا على تشيلي، ثم هزيمة الجزائر ضد النمسا وفوز الألمان على تشيلي. وفي الجولة الثالثة والأخيرة فازت الجزائر على تشيلي ليتواطأ الألمان مع النمساويون، وتفوز ألمانيا بنتيجة 1-0 ليصعد معا للدور الثاني وتخرج الجزائر من البطولة. عناوين الصحف العالمية كتبت بعد المباراة العديد من المنشطات أبرزها العار: بعد هذه الفضيحة قرر الفيفا أن تقام مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في توقيت واحد حتى لا تتكرر فضيحة خيخون.